وحول تصريحات الرئيس الإيراني في كلمته بالأمم المتحدة، قال معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة إن إيران تبدد ثرواتها على المنظمات الإرهابية وعلى عملائها في المنطقة والتهريب والتدريب. لما يضع البحرين في خانة أن دول يعاني شعبها من البؤس والحروب والفقر، هذا الشيء ينطبق على بلده اللي تنثر كل أموالها وأموال الشعب الإيراني على المنظمات الإرهابية وعلى عملائهم في المنطقة والتهريب وتدريب وكل شيء. هذا وضعه هو، فأرجو أن لا يرمينا بدائه وينسل من الموضوع، فسنرد عليه في هذا الكلام. ونتمنى أن احنا إيران تتخذ خطوات صحيحة بأنها تمد يدها إلى جيرانها، وليس أنها تمد يدها داخل بلدان جيرانها وتعبث فيها، لأن لن نسمح بهذا اليد أن تعبث. أي واحد يتعب يقوم بأي موقف منه نقف له بالمرصاد في هذا الشأن. كما أشار معالي وزير الخارجية إلى أن إيران متورطة في دعم الإرهاب في البحرين وفي الدول العربية، مؤكدا أن أي حوار معها يجب أن يستند إلى الكف عن سياسة تصدير الثورة واحترام مبادئ حسن الجوار. هم يتدخلون في العراق، يتدخلون في دولنا كلها، في البحرين آثارها موجودة، حجم المتفجرات اللي نكتشفها تهرب وتدخل إلى البحرين حجم مخيف يا أخي. يتدخلون في لبنان، يتدخلون في سوريا، يتدخلون في اليمن، يعيثون فسادا في كل منطقة. احنا الآن نواجههم في اليمن، نحن مع كل مكونات الشعب اليمني كلها، أولهم على تاليهم أنهم يصلون إلى حل يمني، لكن ما نقف في وجهه هو التدخل الإيراني في هذا الشأن وتهريب السلاح والتدريب والسيطرة والهيمنة والمذهبية اللي قاعدة تنشرها في منطقتنا، هذه اللي احنا ضده. فطالما هم هكذا احنا على موقف، نحن لا نرفض مسألة الحوار مع إيران، وقبلناها، كتب الرئيس الإيراني رسالة وردينا عليه، لكن عندنا هدف ان هذا الحوار ينجح وليس يظل 10 سنوات وما يؤدي شيء ملموس يعيد السلام والاستقرار في العلاقة ما بيننا وبين إيران. أول شيء لازم تفكر إيران هي توقف كلمة تصدير الثورة. الثورة ترتبط بشعب معين في ظرف معين، يجب أن يحترمون هذه الكلمة. أما إذا يبون يعلبونها ويصدرونها من خلال برامجهم هذه إلى مختلف أنحاء العالم، فهذه لن يفيدهم في شيء ولن يؤدي في أي حوار إلى أن تصطلح الأمور. واحد. النقطة الثانية، الهيمنة المذهبية. هم يعتبرون أي إنسان شيعي في المنطقة هو تابع للولي الفقيه وليس مواطن عزيز في بلاده، هذه نرفضها. ويتعاملون مع ناس من المذاهب الأخرى سنة أو ذي على أنهم تابعين لهم. هذه الطريقة اللغة يجب أن تتوقف. والنقطة الثالثة اللي بيناها للإيرانيين أنهم يجب أن يحترمون حسن الجوار والعلاقات القائمة على المواثيق الدولية. إذا وصلنا إلى موقف حقيقي من الإيرانيين في هالثلاث النقاط، ساعتها راح تكون شوف حوار حقيقي.